سلام عليكم. صاحب اعتراف النهاردة صريح شوية، بيقول من الآخر أنا مش قادر أصلي، مش عارف يصلي خلاص. الحقيقة إنه طول ما ترميز الصلاة إن هي عبء وتقيل عليك ولازم تعملها، يا إما هتتعذب مش هتبقى قادر تصلي، وكمان طول ما بصلي وأنا مش مركز ومش واعي للي أنا بقوله ومش حاسس بالصلاة، بعمل مجهود ملوش أي أثر ولا أي عائد عليا، فحبقى مش قادر أصلي. وطول ما عندي شعور بالذنب مضايقني ان انا مش عارف اصلي ومش قادر اصلي، ما تفتكرش ان ده يحركك انك تصلي، بالعكس ده يتعبك من الصلاة اكتر، ده عبء وضغط عليك فتبقى مش عارف تصلي. بس في نقطة هنا، ان خسارة عدم الصلاة كبيرة جدا، وكلنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. هنقف بين إيدين ربنا نقول له إيه يوم القيامة؟ هنقول له ما كناش بنصلي ليه؟ تاني حاجة في الإسلام، طب ما بالك الإيمان والإحسان هتوصل لهم إزاي وأنا أصلا ما ظبطتش الحتة دي، أول سلمة ما عملتهاش. هقول ربنا ما كنتش قادر أصلي، طب ما ربنا عارف إن أنا لما كان عندي مشاكل في شغلي دورت على متخصص واثنين وتلاتة عشان يحلوا مشكلتي. طب هقول لربنا ليه ما رحتش لمتخصص يساعدني ان انا اصلي؟ مش ده يعني ممكن اتسأل يوم القيامة، ليه ما حاولتش تحل؟ ليه ما اهتمتش بالموضوع؟ ولا هان عليك لقاء رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بعض العلماء قالوا كره اللقاء، مش يعني كره بس استثقله، استتقل لقاء رب العالمين. الوقفة هتبقى صعبة بين ايدين ربنا، وربنا عارف ان انا استتقلت لقاء وانا في الدنيا. والحقيقة ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فان صلحت قد افلح وانجح، وان فشلت فقد خاب وخسر. والحاجة التانية، انت ليه عايش من غير ما يكون عندك ظهر؟ ليه تخسر ان يكون سندك رب العالمين؟ تواصل مع المدبر للكون، تواصل مع رب العزة اللي بإيده أقدارك ومستقبلك، تواصل مع القوي الجبار. من الآخر كل ما تتصل بربنا هتقوى، وكل ما تقوى مش هتبقى قادر تبطل الصلاة. إزاي أحب الصلاة؟ العلماء قالوا إن الصلاة هي جرعات الغذاء الروحاني والنفسي اللي بيقويك على الاستهلاك اليومي اللي انت بتعيشه. يا جماعة، خلال زحمة الحياة والإرهاق النفسي والروحاني والخلافات بتتاكل طاقتنا، طاقة الواحد بتخلص. عارفين لما علماء التغذية يقولوا تاكل في اليوم 5 مرات وجبات صغيرة، دي أكتر حاجة تفيدك صحيا، لا تنهار من قلة الأكل ولا تتخن؟ وكأن رب العالمين عمل لنا 5 وجبات روحانية نفسية تخليك متزن، تخليك قادر تتعايش مع الحياة يوميا، عندك طاقة تدي. والدكتور مصطفى محمود اتكلم عن الفكرة دي وقال كلام في غاية الروعة، قال: هي غذاء المؤمن، تعيد صلة المؤمن بالنبع الخفي الذي يستمد منه العبد طاقته وقوته. ده اللي بيوصلك برب العالمين عشان تواجه ضغوط الدنيا، الشغل، الضغوط المالية، الخوف من بكرة، القلق من المستقبل، الخوف من الفشل، كل ضغوط الصلاة هي اللي هتسكن كل ده. وده مش كلامي، ده كلام ربنا. ربنا قال: إن الإنسان خلق هلوعا. الآن إذا مسه الشر جزوعا يجزع ويخاف، وإذا مسه الخير منوعا. إلا مين؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، محافظين على الجرعات، مكملين يوميا ومهتمين بالجرعات الربانية. والنقطة الثانية، الدكتور مصطفى محمود بيقول أن الصلاة هي المخرج. مخرج من إيه؟ الصلاة هي الانفصال عن عالم النقص والشر والتوتر، والاتصال بعالم الكمال. إنك تنفصل لحظات أو دقايق عن الدنيا بتفاصيلها، بمشاكلها، بمشاكل الناس، بطلباتهم، وتروح لربنا اللي مش عايز منك حاجة. هي الخروج من الدنيا إلى الحضرة الإلهية. ومنها كان أثر الصلاة على المصلي مضاعف. لما تخرج من الدنيا وتروح للحضرة الإلهية، انت روحك تستشعر وجود الله، تستشعر حضرة الله، تشوف انوار ربنا. عشان كده النبي كان بيقول: ارحنا بها يا بلال.
انا عايز اخرج بقى من الدنيا ومن تفاصيلها وعايز اروح لربي. خرجنا من عالم الحسابات لعالم السكون. العقل والقلب والجوارح بيحتاجوا ان هم يفصلوا. في مبدأ عند علماء الإدارة اسمه 525، 525، بيقول لك مهم قوي كل يوم 3 مرات تفصل مع نفسك، 5 دقائق الصبح، 2 دقائق في وسط اليوم، 5 دقائق في آخر اليوم، تستعيد نشاطك وتجدد نيتك، فبتفرق معك في اليوم جدا. طب رب العالمين عمل لك 5 وقفات، كل وقفة فيها مش هتوقف مع نفسك، هتوقف مع رب العزة، هيتغير حالك، هتروح للي عايزك، تبعد عن اللي بيضغطوا عليك وتروح للي عايزك، للي مقبل عليك، للي عايز يغيرك ويرضيك ويريحك. عشان كده أكبر جريمة في الدين والدعوة إن ناس تصور لك إن رب العالمين مثل البشر، إن ربنا بيضغط عليك وزعلان منك، فتبقى مش عارف تروح فين. ربنا زعلان مني والناس تعباني، طب أسيب الناس وروح لربنا ما هو زعلان مني، فبقى مش عارف أقف بين إيديه، فتبقى الصلاة تقيل عليا. غير الفكرة دي، مفهوم في منتهى الظلم. عايز توفق في الدنيا، في شغلك، في كلامك، في طريقة تعاملك مع الناس، صلي. عايز زيادة في المال، عايز تعيش في وضع مختلف، صلي. عايز تكتسب حكمة ومكانة بين الخلق، صلي. الفردوس الأعلى، صلي. سجود لله كل 3 ساعات مليان شكر وتقدير. كل مرة بتقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، شكر كافي ان ربنا يرفعك الى اعلى عليين وانت بتصلي بس. ربنا قال لئن شكرتم لازيدنكم، وانت بتشكره 5 مرات كل يوم في كل ركعة بتصليها. لما سيدنا سعد بن ربيعة راح للنبي وقال له اسألك مرافقتك في الجنة، عايز ابقى الفردوس الاعلى جنبك يا رسول الله، النبي قال له الحل من الاخر، قال له اعني على نفسك بكثرة السجود. هي دي فرصتنا نبقى جنب النبي بالصلاة. غير نظرتك الغلط عن الله وعن الصلاة، هتفرق معاك كتير جدا. على فكرة ما فيش مشكلة شفتها في حياتي في 3-4 سنين خلال المعارف، ويعني والناس اللي بتستشير الواحد يعني بيحصل فيها خيانات، علاقات مدمرة، فضايح، طلاق، بهتان، أذية، سرقة، إلا لما تدعبس ورا الشخص صاحب الأزمة نفسه تلاقيه ما بيصليش. فاحمي نفسك من الانهيار. حاجة والله متداولة جدا إن اللي بيقع في المشاكل الكبيرة في الأصل ما كانش بيصلي. وقت الضغط، وقت الأزمات، اللي هيسندك الصلاة. لو عايز تستفيد بالصلاة بجد ما تشغلش الأوتوبايلوت. إيه الأوتوبايلوت؟ عارف زي ما يكون عندك سواق هو اللي بيسوق العربية بتاعتك، أو لما أنت تكون حافظ طريق معين ورايح المكان ده فتبقى مش واعي، مش مركز، أنت حافظ الطريق، بتسيب كده السائق الذاتي اللي جواك هو اللي يسوق، تلاقي نفسك وصلت المكان وانت مش فاكر التلت ساعة ونص ساعة عدوا ازاي. ده اسمه الاوتو بايلوت عند علماء النفس. ما تبقاش بتصلي بجسمك وانت قلبك ودماغك في حتة تانية. ادخل الحضرة الالهية بجد، واستحضر قبل ما تدخل تصلي انت داخل تقابل مين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لقى صحابي بينكر الصلاة، يعني بيصلي بجسمه بسرعة جدا، ملحقش يخشع، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انت كده ما اتصلتش بربنا بجد، انت كده ما دخلتش على رب العالمين. انت اسقطت الفرض مفيش مشكلة، لكن الصلاة بجد هي دخول الحضرة الإلهية. الصلاة بجد انك تستشعر نور رب العالمين. الصلاة بجد انك تبقى حاسس ان انت متصل برب العزة. ومن الآخر، لو شفت حقيقة الصلاة واستشعرت جمال نور رب العزة وحسيت بسحر الوقفة بين يديه، هتقدر تصلي، بل مش هتقدر تسيب الصلاة.